كنتش اصلا مصدق ان في حد بيبطل مخدرات اصلا. يعني موضوع ان حد بيبطل مخدرات وحد بيتعافى ده جزء انا ما كنتش مصدقه خالص وما كنتش مقتنع بيه، لدرجه ان انا كنت احيانا بشوف ساعات بشوف حلقات او برامج جايبه ناس متعافين بيتكلموا ان هم بطلوا مخدرات وتعالجوا وبتاع، كنت بتري عليهم وكنت انده لمؤاخذه لمراته والله بص جايبين ناس بتمثل وبتاع، بص هو في حد بيبطل مخدرات؟ وانت انا مش مصدق. انا عندي اقتناع ما حدش بيبطل مخدرات، ولما كانوا بيجيبوا حد زي ما انا واقف دلوقتي بالظبط كده، وممكن برضو حد يبقى لسه في نفس المرحله اللي انا في يوم من الايام كنت فيها يعني بيشوفني ومش هيصدق ان في حد بيقول لا انا صدق ان انا مبطل مخدرات وصدق ان انا متعافي مبطل، عديت التسع سنين وماشي في السنه العاشره، لحد ما مراتي هي اللي اقنعتني طب ما نجرب ونتصل. قعدنا نسأل وطب يا جماعة نبطل مخدرات ازاي، طب ايه الوسيلة، طب ايه الطريق، فعرفنا ان في حاجة اسمها صندوق مكافأة وعلاج الادمان. اتصلت والناس ردت عليا بكل احترام وبكل ادب ووجهتني للمكان اللي انا هروح فيه اقرب مكان ليا، ورحت. وبالمناسبة انا لما رحت عشان اتعالج، انا دي حاجة انا مش قادر انساها، انا بطلت مخدرات بجنيه. تمن التذكرة أنا تعطاه. يعني أنا بنيت حياتي وبدأت حياتي من أول وجديد بجنيه. والفضل في ده يرجع لربنا والقائمين على صندوق مكافأة وعلاج الإدمان. المؤسسة دي من أكتر المؤسسات ومن أحسن المؤسسات اللي أنا بمتن لها جدا 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 على التغيير اللي حصل في حياتي. أنا أستاذ جابر عايز أقول لك إبراهيم اللي واقف بيتكلم معاك دلوقتي مش إبراهيم اللي من 10 سنين.